بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا أعزائنا الطلاب في سلسلة الدروس المصورة في قسم الكهرباء المستوى الثالث. الدرس اليوم إن شاء الله راح يكون Starting of Three Phase Induction Motors، عملية بدء محركات ثلاثية الأطوار. فهذا الدرس إن شاء الله راح يكون عندنا أربعة أهداف راح نحققهم. محركات Three Phase Induction Motor تسحب تيار عالي، Three phase induction motor draw heavy currents at starting. Thus it needs، لهذا تحتاج إلى عملية توظيف set up لعملية البدء. There should be means for its protection، يجب أن تكون هناك وسائل للحماية against excess current، ضد زيادة التيار. Remote control، تحكم عن بعد for starting and stopping it، لبدئها وإيقافها. محركات ثلاثية الأطوار ممكن أن نركب فيها مصابيح indicator lamps، and if its rating exceeds 5 horsepower، وإذا زاد المعدل مالها أو التسمية مالتها عن 5 horsepower لازم نركب لها في هذه الحالة عملية أو طريقة لبدئها، بحيث أن التيار ما يزيد عن 2.5% من القيمة الإسمية لتيار الحركة. قبل لا نبدأ في عملية تجارب، لازم نتعرف على الأجزاء الأساسية اللي أنا أقدر أستخدمها أو اللازمة لاستخدامها في عملية إعداد الدوائر اللازمة لعملية بدء حركة المحركات ثلاثية الأطوار. مثل ما تشوفون عندي أنا في هذا التيبل، في هذا الجدول، أجزاء أساسية أنا قاعد أستخدمها في الباور سيستم مالي. الأولي البوش بوتون، بوش بوتون سويتش NC معناته نورمالي كلوز. مثل ما تشوفون هذا الموجود عندي سيمبول ماله، وعندي بعده بوش بوتون سويتش نورمالي اوبن مثل ما تشوفون مفتوح بشكل طبيعي. الا بعده التايمر اون ديلي، هذا التايمر يستخدمونه حق عمليه اعداد الوقت اللازم لعمليه الانتقال من مرحله الى مرحله اخرى. بعدين عندي الاكزيلاري كونتاكتس، اكزيلاري معناته مساعدة، والملامسات المساعدة هي استخدمها بطريقة محددة في عملية توصيل الدوائر الكهربائية. عندي بعدين الانديكيتر لامب هي عبارة عن مصباح يشرح لي او يبين لي مرحلة العمل. الاكسكيوشن بلان نفس ما تشوفون موجود عندكم. في عندي الدوائر الكهربائية احتاج ان انا ابدأها، وابدأها عادة بفتح يسمونه ستارت اللي هو اللون الاخضر، واحتاج ان انا اسوي لها عملية ايقاف باستخدام بوش بوتون اللي عادة اللون مالي يكون لون الاحمر الفاقع. وعندي بعدين الكويل، وعندي الكونتاكس، وعندي الانديكيتر لامبس. مثل ما تشوفون هادلين الموجودين عندي هذه الاجزاء. نبدأ بالجزء هذا الأولي، هذا الجزء الأولي أسميه تايمر، أستخدمه لعملية الانتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى في التحكم في الدائرة. اللي صوب أسميه كونتاكتر، الكونتاكتر هو الجزء الأساسي، القلب الأساسي حق عملية الكنترول في الدوائر الكهربائية. هذا عندي كونتاكتر، وهذا ثاني كونتاكتر. المفاتيح الموجودة عندي هذا أسميه ستارت بوش بوتون، لونه اخضر غامق نفس ما تشوفون، وصايره الحبه صايره وين؟ صايره داخل التجويف. في المقابل ماله اللي هو الستوب بوش بوتون، هذا طالع شويه، طالع لفوق البوش بوتون، ولونه احمر فاقع. الموجود عندي هني هذا الجزء اسميه انديكيتر لامبس. في عندي 3 ستيت، ستوب ستارت وران، ستوب ستارت وران. عندي هني هذا الجزء عبارة عن كونتاكتر
مثل هذا بالإضافة إلى هذا الجزء. هذا الجزء يحتوي إلى ملامسات normally open و normally close contacts موجودة هنا. زين عندي هذا الجزء الأخير، هذا أسميه overload relay. overload relay هذا الأوفرلود ريلي هو اللي استخدمه حق الحماية ضد زيادة التيار، ويجيب نوعين، نوع هيت والنوع الثاني اللي هو إلكترومغنت. النوع الثاني اللي هو إلكترومغنت. أوكي طالع ياي، ما زلنا في الكنترول. هذا الكونتاكتر في السطر الأول، الرمز ماله مثل ما تشوفون في عندي ملامسات أساسية وملامسات مساعدة، واللي تحته موجود عندي اللي هو الأوفر لود ريلي. اوفرلود ريلي اللي تحت عباره عن 3 فيس اندكشن موتور. 3 فيس اندكشن موتور. الكونتاكتر مثل ما قلنا، هذا الكونتاكتر هو القلب الاساسي لعمليه التحكم في الانظمه الكهربائيه. هذا الكونتاكتر عباره عن جهاز موجود داخله قلب مغناطيسي ملفوف عليه ملف. هذا القلب المغناطيسي ويا الملف الكومبارتمنت كامل يتحكم لي في تشغيل واقفال الكونتاكتر. مثل ما تشوفون المين كونتاكتس عندي 1 و3 و5. 1 و3 و5. 1 و2 تمثل لي وان لاين، 3 و4 تمثل لي لاين 2 اللي هو اليلو، واللاين 3 الفايف ويا السكس. الان سي 11 و12. الان سي 11 و12 اذا تشوفونهم، هذه عباره عن نورمالي كلوز كونتاكتس. الان سي 23 و24 تمثل لي نورمالي اوبن كونتاكتس. واضح. في عندي حالتين للمين كونتاكتس. الحاله الاوليه الاون بوزيشن، واذا تشوفون ان الملامسات تكون متصله. في عندي بعدين اللي هو الاوف بوزيشن. في الاوف بوزيشن بتشوفون ملامسات ايش فيها، متباعدين عن بعض. كنترول سيركت تحتاج نفس ما قلنا الى اللي هو سميناه الكونتاكتر. الكونتاكتر في ملامسات نورمالي اوبن ان او، اكزيلري كونتاكتس ار اوبن في العاده تكون مفتوحه. لما يصير لها انرجايزيشن وش يصير فيها؟ تقفل. تقفل في الحالة الثانية لما تكون هناك energization إلى الكويل. عندي normally closed. normally closed auxiliary contacts هذه وش فيها تصير؟ هذه normally closed تكون عادة مقفلة، وبعد ما الكويل يشتغل وش يصير فيها؟ تغير الحالة مالتها وتصير مفتوحة. زين خلنا ناخذ التجربة الأولية. التجربة الأولية أنا بوصل لثري فيس اندكشن موتور باستخدام دايركت أونلاين ستارتر. دايركت أونلاين ستارتر هذه الأجزاء اللي نحتاجها، الإكوبمنت والكنترول ديفايسز اللي أنا أحتاجها نفس ما شرحناها من شوية، أحتاجها في عملية إعداد الدائرة. الدائرة الأولية اللي الحين قدامك تشوفها هذه نسميها باور سيركت. نسميها باور سيركت. الأجزاء الأساسية مالها الكونتاكتر والأوفرلود ريلي والإندكشن موتور، ثري فيس إندكشن موتور. التسلسل أول ما آخذ اللاينات من الإنتيك بيكون عندي داشين على وين؟ على الكونتاكتر. أوكي؟ وبعدين بيطلعون إلى الأوفرلود ريلي، ومن الأوفرلود ريلي بيطلع عندي الى الاندكشن موتر. سمينا هذه الدائره دائره باور سيركت. باور سيركت حق اعداد الكنترول سيركت. الكنترول معناته التحكم، دائره التحكم. علشان اسوي لها اعداد انا احتاج الى هذه الاجزاء المذكوره قدامك. احتاج الى بوش بوتون سويتش ان سي، بوش بوتون سويتش ان او، واحتاج الى اكزيلري كونتاكتس بالإضافة إلى إنديكيتر لامبس. لاحظ هذه الدائرة الموجودة قدامك والمكونات الأساسية مالتها اللي موجودين على جهة اليسار.
اولا انا بادئ بلاين في التوصيل، في عمليه التوصيل ماخذ من اللاين وداش على وينه؟ وداش على الاوفر لود ريلي، اوفر لود ريلي. طالع من الاوفر لود ريلي داش على نقطه يسمونها الستوب بوش بتن رقم واحد، واضح؟ بعدين من رقم اثنين وين رايح انا؟ من رقم اثنين رايح الى رقم ثلاثه، رايح من الستوب الى وين؟ الى الستارت، واضح؟ من أربعة رايح إلى كويل، رايح إلى كويل وين؟ الكويل موجود داخل وين؟ داخل الكونتاكتر. بوصله من الستارت إلى الكويل، ومن الكويل بطلع إلى وين في الأخير؟ بطلع إلى النيوترال. النيوترال بذلك أنا بديت من اللاين ووصلت إلى مرحلة النيوترال بهذا التسلسل. هذا التسلسل إن شاء الله راح